نحن أي بي تي، شركة التعهيد رقم واحد في الشرق الأوسط. معالجة المطالبات هي الإجراء المنهجي والمنظم الذي تتبعه العديد من المنظمات لتقييم ومعالجة المطالبات المقدمة من الإفراد أو الكيانات التي تسعي إلي استرداد النفقات أو المزايا المغطاة. تعد أي بي تي خياراً عالي المستوى لمطالبات الاستعانة بمصادر خارجية، وتشتهر بالكفاءة والدقة والتركيز عالي العميل. تضمن التكنولوجيا المتقدمة لدينا معالجة سريعة وفعالة من حيث التكلفة للمطالبات من البداية أي النهاية. تتفوق أي بي تي في إدارة الواتساب المخصصة، حيث تخدم الصناعات المتنوعة مع دعم اتصالات شامل ويشمل تناول المطالبات والتسجيل، التحقق من المطالبات والتحقق من صحتها، معالجة المطالبات وتسويتها، معالجة دفع المطالبات، توثيق المطالبات، كشف الاحتيال ومنعه. تفتخر أي بي تي بفريق رفيع المستوى من خبراء الصناعة والمحللين الماهرين والمهنيين المهتمين بالتفاصيل الذين يتمتعون بخبرة لا مثيل لها في معالجة المطالبات. عندما يتعلق الأمر بخدمات إدارة عملية المطالبات المتخصصة، فلا تبحث أكثر، ثق في أي بي تي للتعامل مع جميع احتياجات معالجة المطالبات الخاصة بك، مما يسمح لك بالتركيز عليه أهداف عملك الأساسية بثقة.